اليوم احنا في اطار تطبيق خريطه الطريق اللي اتفقوا عليها سيدنا الله ينصرو ورئيس الحكومه الاسباني خلال الزياره اللي قام بها في شهر ابريل 2022. هذه خريطه الطريق كتنص على تقويه العلاقات بين البلدين في اطار متبادل وفي احترام تام وفي اطار ايضا الصداقه والصدق بين البلدين. هذه العلاقات بين اسبانيا والمغرب، اسبانيا اول شريك تجاري ديال المغرب منذ اكثر من 5 سنوات، وهذه الشراكه والمبادلات التجاريه كتقوى بنسبه عاليه، ضعفات خلال 10 سنوات الماضيه، وفي هذه السنه 2022 زادت اكثر من 20% مقارنه مع سنه 2021. شراكة متوازنة وفيها أيضا قطب صناعي مشترك اللي يمكن له يكون من الأقطاب الأكثر تنافسية في العالم. اليوم كنشتغلوا جميع باش نقويوا الاستثمارات المتبادلة، باش نقويوا الاستثمارات المشتركة، باش نقويوا هذه العلاقات من أجل خلق فرص الشغل في المغرب وفي إسبانيا.